حياكم الله مشاهدينا، ووصلنا لفقرة الطقس. نشوف اليوم شنو حالة الطقس ودرجات الحرارة بعموم العراق، ونبدأها طبعا بالعاصمة بغداد، حيث الحرارة فيها 41 نهارا و24 ليلا، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. ومن بغداد ننتقل إلى ميسان، حيث الحرارة فيها 44 نهارا و25 ليلا، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. من ميسان ننتقل إلى البصرة، حيث الحرارة فيها 44 نهارا و26 ليلا، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. ومن البصرة ننتقل إلى المثنى، حيث الحرارة فيها نهارا 41 و26 ليلا، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. من المثنى ننتقل إلى ذي قار، حيث الحرارة فيها 43 نهارا و26 ليلا، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. وننتقل إلى باقي المحافظات، الجو بدأ يبرد شوية، لازم نهتم بنفسنا وبأطفالنا. نبدأ ببابل، حيث الحرارة فيها 42 نهارا و25 ليلا، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. وننتقل إلى الواسط، حيث الحرارة فيها 42 نهارا و27 ليلا، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. من واسط ننتقل إلى الديوانية، حيث الحرارة فيها 42 نهارا و26 ليلا، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. وننتقل إلى كربلاء، حيث الحرارة فيها 39 نهارا و25 ليلا، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. من كربلاء ننتقل إلى النجف، حيث الحرارة فيها 40 نهارا و28 ليلا، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. ننتقل إلى باقي المحافظات ونصل إلى الأنبار، حيث الحرارة فيها نهارا 37 وليلا 22، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. وننتقل إلى صلاح الدين، حيث الحرارة فيها 32 نهارا و17 ليلا، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. من صلاح الدين ننتقل إلى ديالة، حيث الحرارة فيها نهارا 41 وليلا 21، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. وننتقل إلى المحافظات الشمالية، حيث الحرارة في أربيل 37 نهارا و21 ليلا، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. من أربيل ننتقل إلى السليمانية، حيث الحرارة فيها 36 نهارا و13 ليلا، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. بدأ يبرد السليمانية. وننتقل إلى محافظة دهوك، حيث الحرارة فيها 35 نهارا و21 ليلا، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. من دهوك ننتقل إلى نينوى، حيث الحرارة فيها 37 نهارا و23 ليلا، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. من نينوى أخيرا نصل إلى محافظة كركوك، حيث الحرارة فيها 38 نهارا و22 ليلا، والجو فيها صافي ليلا ونهارا. هاي كانت حالة الطقس لليوم، بدأ الجو يبرد شوية والجو بدأ يكسر شوية، فاستمتعوا بهذا الجو المعتدل. شكرا لكم.